في واحد من الناس اللي احنا بنعتز بيهم جدا وبنعتز بدورهم في العمل الاهلي وفي مؤسسات العمل الاهلي وفي التحالف الوطني برضو، سياده اللواء ممدوح شعبان مدير جمعيه القربان. يا سياده اللواء ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك استاذ جاي، واهلا بضيفتك الكريم، واهلا بحضرتك في كل دايما خير. دايما كده انت راجل خير دايما كده وبتسعى بكل خير للتنميه والتخطيط حاجات كتيره جدا في الخير يعني، فبنشكرك شكر جزيل وجمعيه القربان يعني. والله سعيد بسيادتك لان سيادتك عندك مصداقيه وشفت بايدك ودخلت معانا في مشاريع كتير. صحيح. يعني احنا في التحالف الوطني انا بؤيد كلام نظيفك من حياه كريمه، في التحالف الوطني فعلا شيء يعني نشا قوي يجمع مؤسسات قويه اولهم حياه كريم وكل مؤسسات الدوله المجتمع المدني، مصر الخير، بنك الطعام. صحيح. رساله كل الجمعيات، والله يا استاذ جابر كانت ملحمه، ملحمه جميله. مين يقول في 24 ساعه 100,000 متطوع في انحاء جمهوريه مصر العربيه؟ رقم كبير. 1000 طن مواد غذائيه، 160 تريلا اتحركت من يوم السبت موجوده في معبر رفح تأذين للدخول. والله يعني كل المتطوعين يعني هدفهم الوحيد احنا قاعدين لغايه ما ندخل رفح، قاعدين يوم يومين 10 قاعدين. قاعدين مرابطين زي ما كاتبين كده، هندخل رفح هنقول لاخواننا في في غزه احنا معاكم. قلب واحد، ايد واحده، عقل واحد، كل يجمعنا الخير الخير، لان مصر ارض طيبه، مصر ارض كل نباتها طيب. صحيح. كل شعبها طيب. صحيح صحيح. انت تتوقع بعد ان شاء الله اما المساعدات تخش بكره وزي ما حضرتك قلت التريلات والشاحنات اللي موجوده قدام المعبر دلوقتي، تتوقع باذن الله في المرحله الثانيه هتعملوا ايه؟ احنا بنجهز قافله ثانيه. ايوه. لكن فعلا زي ما قلتلك حياه كريمه. التحالف الوطني اللي هو يجمع بين هذه المؤسسات القويه. تمام. والله بنجهز قافله ثانيه وهبعت لسيادتك تقرير في المخازن مع التحالف الوطني في كل مكان، التحالف الوطني جاهز قافله واثنين وثلاثه واربعه، ويا ريت يدخلوا بدل ما يعني انا سمعت كده اخبار هيدخلوا 20 30 عايزين يدخلوا في المره الواحده زي ما مش اقل من 100 شاحنه يوميا. تمام. نحن على استعداد ل 1000 شاحنه ان شاء الله، او يعني احنا جاهزين. مصر طيبه، مصر شعبها طيب، ودي فعلا مصر، ودي فعلا اللي حضرتك شفته من بقول لسيادتك كانت ملحمه 24 ساعة 100,000 متطوع في كل أنحاء مصر، صناع الحياة وصناع الخير بيعملوا من أجل هذا الحاجة الوحيدة، نحن جميعا على قلب واحد، إيد واحدة، عقل واحد، إلى كل مجالات الخير. بشكرك يا سيادة اللواء شكر جزيل، وربنا يوفقكم دايما للخير بإذن الله. سيادة اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية القربان، بشكرك يا فندم شكر جزيل.